أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. أوف، ولادك وينهم عبدة؟ نايمين الساعة؟ وأنا إيش بعرفني؟ مجودة؟ أخواتك فاقوا ولا لسا نايمين؟ لا أمي لسا نايمين. لهالوقت نايمين الساعة؟ أمي عبدة، أمي فايقيهم خليهم يفيقوا ناكل كلياتنا سوا. يلا أمري لقضى. قايمة. ولك لسا نايمين يا ولاد؟ يلا فيقوا خلصونا، يلا عبادة خدوج يلا. ليش عم تضوم امي؟ ليش عم تضوم؟ ما بدي اقوم هلا، شوي تاني بقوم، شوي تاني. انا كمان امي، وانا كمان شوي تاني وبرجع بقوم شوي بس. يلا ماشي، بس لا تاخروا كثير ها. اليوم ابوكم اخذ اجازه او بدنا ياكل كلياتنا سوا، هيك بده. لا تاخروا، ناموكم شوي وتعوا يلا. لك شو هاد؟ انت سمعت اللي سمعته انا؟ ايه لحظه شوي، لحظه شوي، عم بنظف قدمي. الله، هذا الصوت اللي سمعته انا مو صوت امك؟ يعني اللي كانت واقفه هون مو امك؟ هيك عادي يعني، بدون خناق وبدون عياط، راحت هيك وعادي. لقوم هذا فاصل ونواصل، رايحه بترجع ترجع يعني، كمان ترجع تعيد ليقوم. ليك حتى لا ضرب ولا هيك شي طاول بهالبساطه؟ الا لا، انا امك ما بتطمن لها طاول، امك مستحيل تطمن لها. انا قايمه قوم احسن، الله يستر قوم ظبط لنا شي. انا قايمه يا. اي والله معك حق، استني خديني معك، وقفي. صباح الخير everybody. اليوم مبلش نهاري بحيوية، أكلتوا لسا؟ يلا على الأكل مباشرة. ها صباح النور خدوج خانوم. ها ليكن حجي كوجو، هدول بدهم يناموا لسا، ليكن اجوا. والله كانوا نايمين، رحت سألتهم طبكن تقوموا؟ قال لا عايفينا كمان شوي. قلت عيفيهم شوي لحالهم فيقوا بجوا هلا. يلا كويس خدوج، بما انك فقتي ومنحط أكلنا وانتي يلا. امي مو انت قلتي لي بس يفيق عبادة بدي اخليه يروح يجيب لك اندومي؟ ايه صح، روح عبادة انزل هلا لتحت جيب له وحده اندومي لمجوده وتعال يلا. لحظه شوي، اندومي امي، انت مستوعبه ايش عم تحكي؟ اندومي شلون هيك؟ انا ما عم بفهم يعني، مو انت قلتي اللي بجيب اندومي بدخل على البيت رح تقوم قيامته؟ لك لا طبعا عم بحكي عن جد. انا زي جيب وحده لاخوك، واذا بدك جيب لك كمان، وشوف اختك كمان اذا بدها تجيب لك طريقك يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ايش في اليوم؟ هلا احنا نايمين ولا لسا ما فقنا؟ عبيده فهمني. لك انا مالي فهمان، في شي غلط. استني شوي. والله نحن صاحيين، حسيت بالكف. اه ايه تعال على ارضك، نايمين فايقين صاحيين مو مهم، المهم قالتك هلا قوم جيب لنا اندومي بسرعه. روح جيب اندومي بتاعها ما تبدل رايها، لانه كل دقيقه رايها شكل. قوم بسرعه مجوده، شيل تليفوني روح حطه على الشحن، حاج تلعب فيفا صار من الشحن، يخرب بيتك من حواليك. قوم يلا. والله ما قصدي وقعت، هاي غصب عني وقعت، والله حالة وقعت والله. ولك فداكي روحي، فداكي مو كاسة، فداكي ألف كاسة، المهم أنت ما صار لك شيء، المهم أنت بخير. بعدي رجعي ورا ترجعي جاكي بالأزاز جاي، ولا لك روحي أنت على الصالون، أنا بلم الأزاز روحي. نعم، أمي يعني أنت ما رح تضربيني هلا ولا رح تعملي شيء؟ بك لا حبيبتي ليش أضربك؟ معقول أضربك كرمال كاسة يعني؟ قلت لك فداكي خلص، رجعي أنت ترجعي جاكي بالأزاز، خلص روحي ادخلي على الصالون. فرجي لك عشان مسلسل تركي مدبلج وارتاحي، انا بلم الازاز يلا روحي. ولك انا بحلم ولا بعلم؟ بس حدا يقول لي لك كل ما انا الله انا بحلم ولا بعلم؟ ماشي يلا ماشي. لك ايش عم بصير؟ والله ما بعرف. لا ليكو هو هون. ايه هو هون. لا شكله رايق يعني، ما انا معصب. طيب هلا بشوفه وبحكي معك. يلا بشوفه وبحكي معك، يلا باي باي. ايش بعدين؟ قال له ما قال له؟ قال له ما قال له؟ يلا روح قل له خلص بقى بدي يصير. بابا كان بدي منك طلب، بس بصراحة بس ايش شو؟ قولوا لك انت مني ما بتخجل؟ بدك مصاري مو؟ قولي كشفني خلص وصل الطلب، ما عاد بدي يسلموا كثير. شكرا. قولوا تعا وقف تعا، لسه ما قلت شيء انا. شو قد بدك؟ 300 ولا 500؟ نعم بلا مزح بابا، شوف
بدك تعطيني اعطيني، بدك تعطيني هيك بسخر علي يعني؟ اقتلعها مشان تصدق انه انا معك بسخر عليك. بسوي خذ هاي ولا قال لك خذهم كلهم وشوف اذا بلزمك غير شيء الساع رجع علي مسوك. ولك شو هاد؟ مصاري 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 حقيقية. بابا انت عم تحكي عن جد؟ هدول الي؟ ايه لك ابني شو بك؟ بدك اكثر يعني؟ اكثر؟ لحظة ولا قال لك خليني اهرب وببدل رأيه. امي انا تعبت انا تعبت وقت احسن من خلص حاج جودك تبع السوا هيك غلط هيك غلط رجعك تبع السوا خلاص تقبلني على راحتك خلص حطيها من ايدك وروحي بركي انا هلا شوي تانية بقوم بكمل روحي بركي انت روحي حالك شوي روحي عادي عادي يعني من دون بابوجك اللي بطير يلا انا مستنيته ضربي ضربي امي ضربي لا حبيبتي ليش تضربك معه اضربك خلاص انا ما بقى ضرب طاول بعدين انتوا كبرتوا على الضرب مزبوط إلا بقى إلا بقى في شي غلط اليوم عم بصير في شي غلط حدا يفهمني اكره عجن اكره عجن لك عادي حدا يفهمني بس لحظة شوي هلا انتوا قبل ما تناموا شفتوا شي غلط يعني ولا صار معكم شي لك في شي هلا غلط حدا يفهمني ما عم بفهم انه انا الله لك انت والله امك غريب بنتي يعني امك لا اذا كانت منيحة معك عجبتك ولا اذا كانت ما منيحة معك كمان عجبتك انت ايش بدك بس فهميني ايش طلبك حتى ابي لك اياه بعدين تعي لهون انت من يومين تاتك انت عم بتوزي علي بدك شيء ايش كان بدك ماني متذكره ايش راح يكون يعني لا 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 في شغله في شغله تميت توزي علي فتره طويله عليها حتى اجيب لك اياها تفكري على السوا اي ماني متذكره ما انا 24 ساعه بتنبط بطلب منها طلبات ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو لحظه تليفون تليفون جديد قلت لك بدي تليفون جديد بدل تليفوني القديم وقت ايش قلت لي انت تتذكر ايه ها يا عيني عليكي تفضل يا جبت الكل انا اصلا كنت جايبك يا مفاجاه بس هلا صار وقتك تفضلي يا حبيبه البابا انت نعم يعني يعني هلا هذا التليفون الي انت متاكد بابا بدي اخده ها الله لك انا عم بمزح طبعا لك هاد يلا خذيه وروح ادخلي لجوا شوف ايش بدك تنزلي عليه عشان ما تقولي انا ما عم ببي طلباتك يلا روحي الى بقى الى بقى الى بقى انا اذا عم بحرم حدا يفيوني بقى حدا يفيوني لانه قفلت معي طاول ها بابا من الاخير هذا الي بدي اخده واروح لجوا ها ولك يلا روحي ارقدي بقى لك هاد خلاص ايه ولا تنسي تعطي تليفونك القديم لمجودة ايه ولك ما هو هيك هيك 24 ساعة معه صار تليفون انا مولي انا رايحة لك ما احلى هالحياة وانا كمان امي بدي اروح العب معهم بكره بحفظ معلش معلش ام عبادة معلش خلي يروح يوم كرمالي بس خلي يروح يلعب مع اخواته وبكره برجع بحفظ يلا معلش يوم كرمالي ماشي حجي يلا خليك عم تدللون انت ها كرمال ابوك يلا روح ترك الدراسة هلا بكره بتحفظ روح العب شوي مع اخواتك كرمال ابوك ها يلا يس اوف كورس ولك عبادة عبادة تعال شوف ابوك جايب تليفون جديد بكرتونته بتصدق الله الله كملت هلا لك انا بحكي صاير لهم يوم اهلك ابوكي جايب لك تليفون جديد الك وانا هلا رحت طلبت منه مصاري عم راح حطاني زيادة وقال لي اذا بدك لسه بعطيك كمان يعني انا متفاجئ في شي غلط كأنه لك انا كمان ماني مصدقه حس حالي اني بحلم مالي بعلم انا اوف مجهود انت جابك لهون الماما قالت لي رخ التليفون القديم العاب فيه وبعدين تحفظ مهم يعني امي هي اللي قالتك توك المذاكرة روح العاب الى بقى انا هلا اتأكدت انه رحنا بحلم يا بس ايش الحلم الطويل هاد هلا انت مشكلتك بس انه الحلم طويل ملكنا نحن الثلاثة بنفس الحلم يعني حلم خمس نجوم لا انا ماني مطمن طويل اكيد في شيء في إلنا بالموضوع ما بصير انت يا فهمان نعم بابا اوف شو بو هاد ما حدا رد لك روحي انت الله الله لك مو هو الله قال لي انت يا زفت ولا انا عم تهيالي يعني لك ايه والله وانا سمعته عم بندهلك كمان يلا كون شكل نحن عم تهيألنا شكلنا عم تهيألنا نحن قولك العمل يضربك بقى صلي ساعة بقال لك قوم يلا ايش في ايش في انا وين يعني وين بدك تكون مثلا سافرت على قمر ليكك هون انت يلا قوم تتر بسرعة ايه دخت تم نايم زي روح جيبي باكيت وتعال بسرعة لك جيبي باكيت دخان وانت يا بنت قومي بقى ولك قومي ما تقومي مو تعي حد شوفي بنتك ما عم تفيق وين ما عم بتقوم ايش على كيفه قومي وليك يلا شو هاد ايش في انتو مين لحي حجي بنتك فقدت الذاكرة ولو انا برجع لها نحن اشباح بدنا ناخذ روحك يا سرمايا بنت الصرامي قومي في بيت بده تنظيف شكرا امي شكرا لك بس شلون
انا كان معي تليفون جديد. لك ايه؟ وانا كان معي كمان 500 ليرة. ما في ولا لحظة. يعني انت قصدك تقول انه هذا اللي كنا فيه هلا حلم؟ لك يخرب بيتكم قوبة مجانين. انا قلقاها من كنا قلقاها من اخوكم مجود اللي هو نايم كان عم بلعب ببجي. لا تخاف بابا، هذا شكله كان معنا بالحلم، حلم ثلاثي. وانا قلت منها الحنيه طبت على امك وابوك فورا. طبعا 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 لازم يكون حلم، لانه الشيء اللي صار مستحيل يصير عرض الواقع، لانه امك وابوك صاروا ملائكه بسم الله ما شاء الله وكان حولون. تفضل امي، هذا بابوجك اللي تعودت افيق وانام عليه. مشكوره كثير، ثانك يو فيري ماتش فيري ماتش لك. تفضل حبيبتي. يا اولاد انتوا قصدكم يعني انه انا وابوكم مفتريين؟ لا 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 عمي، ما حدا قال هيك، ما حدا قال هيك. انت عملت شيء ما قال معه، ما حدا قال هيك. انت بخطة، طولي بالك شوي. انت اطول بالي عم تفكر اللي عم بفكر فيه حجي. ولو انا مستني اشاره بس. الله شكلنا راح نطربش. بس ملاحظه، بالحلم ما كان في ضرب هانت وهيك تخطيتوا النص. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. ممتاز، استلم اللي عندك حجي وانا بستلم اللي عندي. تعالوا عندي بقى.